السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه فري بيك. الموقع ده مهم جدا، تقدر تعمل سيرش فيه على صور، تقدر تعمل سيرش على حاجات فيكتورز بالشكل دوت، تمام. طيب دخل الذكاء الاصطناعي، فبدل ما يقول لك يا ذكاء اصطناعي احنا هنقفل الموقع، لا، بدأ يدخل الذكاء الاصطناعي معاه، تمام. دي كلها صور معمولة بالذكاء الاصطناعي، فهو عمل شوية مزايا. عمل حاجة اسمها جنريت اي اي ايمج، هتدي له برومبت يبدا يعمل لك الصوره، زي مواقع كتير جدا بتعمل الخاصيه دي، ليوناردو والحاجات دي كلها. عمل اي اي اديتور بتقدر تعدل في الصور من خلال الذكاء الاصطناعي، تمام، بس لسه كومنج سون. في ان انت تعمل برزنتيشن، يعني تدي له موضوع وهو يبدا يكتب لك كل حاجه من خلال شات جي بي تي ويحط لك صور فيها، تمام. طيب احنا برضه هنشوف ميزه حلوه، ده اللي انا ركز عليها دلوقتي. طيب في برضه خاصية ان انت تحذف الباك جراوند، في خاصية ان يبقى بلاجن جوه برنامج اسمه فيجما اللي هو خاص بالفيديوهات. في برضه عندنا اي اي رايتر يكتب لك اللي انت عايزه، تمام. فكل المزايا الجميلة ديت موجودة، لو انت عايز تشوفها تقدر تيجي هنا في الاي اي ايمج وتقول له اكسبلور اي اي ايمج، فيبدأ يجيب لك الخصائص ديت، تمام. دي صورة هي مثلا معمولة، ممكن تيجي هنا تدوس عليها فيبدأ يجيب لك الصورة، وبتقدر ان انت تحملها بس بفلوس، يعني مش كل الحاجات ببلاش، يعني ما تتخدعش في الاسم، تمام. طيب خلينا نشوف مثلا ميزة كده جميلة جميلة عشان هنشرح حاجة من خلالها، يعني اللي هي ايه، بيكاسو. طيب تعال نجرب بيكاسو، تمام. تراي بيكاسو ناو، ممكن يقول لك استنى شويه لسه، يعني محتاج تاخد وقت او تسجل حسابك ويتنج ليست، تجيلك ايميل. انا قعدت فتره وجالي ايميل. طيب دي فكرته ايه، انت بتكتب البرومت هنا وهو بيبدا يرسم لك اللي انت عايزه، ماشي. طيب يعني انسى المرسوم هنا، خلينا نقول له ايه مثلا فلاور، ماشي. بدأ يرسم فلاور، بدأ يعتمد على الألوان اللي أنا رسمها هنا. ممكن أجيب الفرشة كده وأروح مسود له اللوحة كلها أو خلاها أبيض. بص كل ما بتعمل بيبدأ يغير لك اللوحة على حسب ما أنت عايز، تمام. بدأ يحط لك ورد كتير بالشكل ده. طيب هنا بتحكم في مقدار التخيل، يعني هنا بدأ إيه، ملتزمش بالكلام أوي، بدأ يحط لي إيه البنوتة الصغيرة دي، ماشي. هنا تقريبا هعمل بس ايه تعديلات بسيطة، شايف اللون الاخضر بيحولها لورقة خضراء بالشكل دوت، تمام. مساحة تبدأ بقى ترسم بقى اللي انت عايزه، انت عايز ايه، قلنا فلاور كتجربة، او مثلا ماشي خليها فلاور، ماشي. انا لسه مرسمتش اصلا، بس هو بدأ يجتهد من عند نفسه. ايه رأيك؟ تخيل هو رسم ايه. طيب خلينا نرسم كده. ماشي. طيب خلينا نقول له بيلدينج، بيلد، بدأ يعمل شكل مباني. بيلدينج هيبدأ بقى ايه يغير، ماشي. طيب ممكن نقول له زود لنا عملية الإبداع. واو، تمام. طيب احذف، نرسم ايه زي ما انت شايف. هو بيبدأ يرسم بناء على التكست اللي انت تكتبه وبناء على الرسومات اللي موجودة فوق. عايزين نرسم مثلا ايه، مثلا سكول، تمام. طيب خلينا نقول له مثلا لون ازرق اهو، ولون ازرق تاني اهو، ونحط بقى لون اصفر كده، طيب. انا عايز اجرب حاجه بويز، ايوه. بدا يجيب اطفال اهو، معرفش في اولاد اهو موجودين اهو،
تعال نرسم لون احمر كده تحت. طبعا انت لو حاولت بقى تقلل كده بدأ ايه يبقى قريب او مشخبط اللي احنا عملناه. ممكن تقول له ريجينريت فيبدأ يعمل لك صورة مختلفة. ممكن تقول له حسن الصورة. طبعا انت ليك يعني مجموعة من النقط تقريبا 100 مثلا كل يوم، فاحنا عمالين نخلصهم. بويز ريد بوك. طيب لو زودنا اللون الاخضر كده طيب خلينا نمسح ماشي ونقول له ونشوف هيعمل ايه. وممكن بقى نساعده في ان احنا نرسم معاه العلم. أخضر أسود بدأ يكمل لك هو شكل العالم ماشي. ما اعرفش بقى الأسود ليه ما فهموش. بيقول لي هدي على نفسك بيوصله داون دافنشي اصبر شوية ماشي. عادينا بنرسمه. قلت له ارسم لي ايجيبت فبدأ يرسمها بالشكل دوت. ونشوف بقى يعمل ايه. ممكن نرسم الهرم وهو بقى يبدأ يحط لنا بقية الحاجات. لما تظهر صورة حلوة بقى ممكن تروح انت تسيفها. هو اول ما تقول له ايجيبت يروح للهدوم اللي هم كانوا لابسينها في عصر الاسرات 30 اسره. طيب نقول له ايه. طيب ريفر. طيب بس برضو قديم بس برضو واخد شوية ابراج ورا خالص اهو. وده ممكن يكون جديد شوية. اتمنى يعجبكم الموقع. الموقع فيه شوية مزايا حلوة بس عجبنا قوي بيكاسو لان هو بيشرح لك الفكرة اللي بتحصل. ان انت بتديله تكست وتديله اي شخبطة وهو يبدأ يحولها لصورة حقيقية.